تعال نروح لزميلتنا سلا حامد من اهل الجزيره ونشوف منك فرحه الاعضاء بعد المباراه. من جديد برحب بك يا كابتن ايمن وطبعا بكل ضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وببارك طبعا لحضرتك يا كابتن ايمن ولكل جمهور النادي الاهلي. فوز طبعا نادينا النهارده على نادي الهلال السوداني والصعود لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا، وزي ما قلت لحضرتك ان شاء الله نكون معاك يعني على الهواء مباشره بعد المباراه ونحتفل طبعا مع حضرتك ومع كل جمهور النادي الاهلي بفوز فريقنا النهارده. ويمكن زي ما حضرتك شايف طبعا الاجواء ورايا وفرحه جميع اعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا في البدايه ببارك لحضرتك مليون مبروك، وشايف النهارده الماتش ازاي وتحب تقول لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ ماتش كبير والف الف مليون مبروك للاهلي ولكل جماهير الاهلي وال 50,000 اللي موجودين في استاد القاهره دولت رجاله، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره في كل انحاء العالم. وطبعا الاهلي في الشده بنلاقيه مهما كان، وفي اخر لحظه لازم الاهلي بيكسب وبيبان معدنه الاصيل، وفرقة قوية وفرقة محترمة ومدرب محترم جدا، والف مبروك لمجلس الإدارة ولكل الجماهير والناس المحترمة اللي واقفة دي كلها. طبعا مبارك لحضرتك النهارده، شايف المباراة النهارده ازاي؟ وشفنا كل اللعيبة النهارده كانت في حالة تركيز جدا في المباراة. هو النادي الأهلي المباراة ديت النادي الأهلي ياخد أفريقيا. جماهير النادي الأهلي أكتر من 60,000 متفرج. النادي الاهلي في الاوقات الصعبه ما بيهزرش، فالماتش ده انا بقول النادي الاهلي من دلوقتي بطل افريقيا، ما فيش كلام. اداء ومدرب كولر ونص الملعب الاهلي تقيل قوي جدا جدا، وبقول لكهربا لازم النادي الاهلي يخلص كهربا، هي دي الصفقه اللي لازم تخلص. شكرا. مبارك طبعا لحضرتك النهارده، وشايف المباراه النهارده ازاي؟ واكيد يعني عوده كمان الروح للمدرجات المصريه، شايفين اكتر من 50,000 مشجع اهلاوي موجود كان اكبر داعم لجميع لعيبه النادي الاهلي في الملعب. هو ما شاء الله المنظومه كلها بنشكرها جدا جدا. الماتش كان صعب، هم قدوا المسؤوليه والحمد لله ربنا وفقنا، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل. وهيبه النادي الاهلي معدنه الاصيل بيبان في الوقت ده، وقت الشده بيبان النادي الاهلي ولاعيبته الرجاله. انا بشكر الاداره جدا جدا وبشكر المنظومه كلها وبشكر الكابتن ايمن، وش حلو علينا جاي من امريكا، وش حلو على النادي الاهلي كله، والله الف مبروك. طبعا ببارك لحضرتك النهارده، شايف المباراه النهارده ازاي؟ وطبعا شايفين كل اللعيبه في حاله تركيز شديده جدا، وكمان في كان في تألق كبير جدا من كل لعيبه النادي الاهلي. في البدايه بشكر الكابتن محمود الخطيب ان هو طلب يعني زياده الجماهير، وبنشكر برضه وزاره الداخليه والناس المسؤولين كلهم والجماهير اللي حضرت، واللعيبه كلها كانت رجاله. شفنا كهربا ما شاء الله كل ماتش بيزيد في مستواه عن الاول، وحسين الشحات نزل ثاني لمسه ليه جاب جون، وبعديها بجون ثاني يعني بعديها برضه ب 10 دقائق جاب جون ثاني، وبرضه بنقول له البقاء لله في والده، والنهارده نفرح وبكره ان شاء الله نركز في الدوري وفي الكاس، عشان برضه عندنا ماتش مهم مع بيراميدز ان شاء الله، وان شاء الله بطوله افريقيا في الجزيره ان شاء الله. انا ببارك لك طبعا النهارده، شايف المباراه النهارده ازاي؟ مباراه كانت صعبه طبعا على كل لعيبه النادي الاهلي، لكن لعيبه النادي الاهلي كانوا على قد ثقه جمهور النادي الاهلي. هي مباراه كانت مهمه جدا، وكان الاهلي لازم يشرف كل الجماهير، وكان المفروض يكسب المباراه دي جدا. وكمان كان النهارده الاهلي كان في الدفاع والهجوم على غير عادته، وكان قوي جدا، خصوصا اللعيبه كلهم كانوا رجاله في اول ماتش لحد اخره. وكمان بحيي كمان محمود كهربا وحسين الشحات، هم عملوا ماتش غير عادي النهارده وكانوا احسن في احسن حالاتهم. شكرا. زي ما انت شايف يا كابتن ايمن الاجواء وفرحه جميع جماهير واعضاء النادي الاهلي، اعظم اعضاء واعظم جماهير طبعا في الكون اعضاء النادي الاهلي، فرحه كبيره يا كابتن ايمن من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. والاهلي عوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك طبعا، تفضل. شكرا جزيلا للزميله العزيزه سلا حامد. شايفين فرحه الجماهير اعضاء النادي الاهلي الجزيره.